اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد في البدايه بنرحب بمستر فيكتور ويليامز المدير التنفيذي لام بي افريكا اللي منورنا في قناه النادي الاهلي. مستر فيكتور مرحبا في قناه النادي الاهلي. Thank you very much Haitham and thank you to all of your viewers. وشكرا لعينك. مستر فيكتور، يعني اكيد انت من اكتر الناس سعاده وانت النهارده بتشوف الام بي اي بينتشر في افريقيا، وبينتشر هذا الانتشار الكبير. النهارده لقينا الام بي اي افريكا او الام بي اي، اللوجو بتاع الام بي اي موجود في كل حته في افريقيا، فاكيد انت النهارده يعني اسعد واحد. كلمني عن شعورك بمجهودك وتعبك ان انت قدرت توصل ده. So first of all, we're very happy. في البداية نحن سعداء جدا أن نكون هنا وأن نكون قادرين على أن نتحدث عن الـ NBA لكل هؤلاء المشاهدين حول العالم. نعم، الـ NBA الآن تركز الآن على أفريقيا بشكل أكثر وتركز أكثر على اسم الـ NBA وترويج الـ NBA في أفريقيا. ونحن نفعل هذا لنساعد الشباب أن ينخرطوا مع مشجعي لعبة كرة السلة في أفريقيا، وهذا أيضا لأغراض تجارية نحن ولصالح أفريقيا بطبيعة الحال، ونريد أن تصل الـ NBA لكل متابعي كرة السلة في أفريقيا. يعني كتير بيسألوا امتى ابتدت فكره الام بي اي، يعني امتى الام بي اي افريكا ابتدت الفكره، امتى اتولدت، وبدات امتى العمل، او بدات ام بي اي افريكا العمل داخل القاره الافريقيه. So the NBA has been NBA in Africa for many many years. مهتمة بكرة السلة في أفريقيا منذ سنوات. The 1960s. منذ ستينات القرن الماضي. Africa back then. Really? Yes. نحن مهتمين بهذا الأمر منذ ذلك الوقت. Go to 1984. منذ 1984 ونحن نهتم بهذا الأمر منذ هذه الزيارة، منذ أول. An African player was really. كان اللاعبون الأفارقة ممتازون وكانوا يمتازوا بالمهارة العالية، وكنا نأمل أن يتفهم مدير الـ NBA أن يكون هذا الأمر موجود في أفريقيا. تومبو. مانوت بول. Yes. وهذا. I watched them many times in the games. Yes. While I was young, and it was a pleasure to see these players, exactly. African players. Exactly. And they were the يلعبون في الام بي اي بعد ذلك، وهذا ساعد ان يرسخ لقاعده الام بي اي في افريقيا. ومنذ هذا الحين وبدا الامر ان تنتبه الام بي اي لافريقيا اكثر وان تنتشر اكثر في افريقيا. بدانا ان ننظم فعاليات كل سنه، ان ناتي لافريقيا ونقيم معسكرات لكرة السلة خاصة بالإم بي اي في ساوث افريكا. يو ريمبر؟ وكان هذا الأمر نعم بالطبع في جنوب افريقيا، ولكن أيضا في بعض البلاد الأخرى. على سبيل المثال بالأمس زرنا كان يوجد معسكر باسم جوال امبيد، ومن أكبر الأسماء في افريقيا. أنا بس عايز أقف عند حاجة سادة المشاهدين، طبعا مستر فيكتور بيتكلم على امبيد أحد نجوم الام بي اي ناو، واللي اخد ام في بي احسن لاعب في الام بي اي امبارح. هو بيقول ان ده كان في الكامب بتاع الام بي اي افريكا، هو ابتدى من الام بي اي افريكا، فهو اكتر يعني شخص سعيد ان الام بي اي افريكا خرجت لعيب زي امبيد اللي بيحصل النهارده على ام في بي في الام بي اي. Right. So Joel is ولذلك جوال الان هو هو من أوائل اللاعبين الذين احترفوا من أفريقيا لخارج الحدود للـ NBA. فالآن الـ NBA تفتتح مكاتب في أفريقيا. أول مكتب كان جنوب أفريقيا، مظبوط؟ أول مكتب في الـ NBA أفريكا كان في ساوث أفريكا. The first office. تمام. The first office was in South Africa. نعم، أول مكتب كان في جنوب أفريقيا. وهذا المكتب تم افتتاحه ليساعد الشباب على أن ينخرطوا وأن يطوروا لعبة كرة السلة، لتطوروا وأن ينشر لعبة كرة السلة حول أفريقيا، ويمكن المشاهدين من أن يشاهدوا كرة السلة بشكل أقرب وأن ينخرطوا في هذه اللعبة.
وأن نرى الكثير من الأجيال تمارس لعبة كرة السلة ونقيم أكاديميات أيضا خاصة بلعبة كرة السلة ولاعبين الشباب الذين لديهم القدرات للعب كرة السلة وممارسة كرة السلة وأن يتطوروا في هذه اللعبة. فنحن نركز على كثير من الجوانب منذ عدة سنوات. ومؤخرا قد قمنا بنشر الاسم الـ NBA بشكل اكثر في البلاد الافريقيه والان ننتشر بشكل اكبر في جميع القارات. فهذا المكتب الان لدينا مكتب الان في القاهره في يناير الماضي وافتتحنا ايضا مكتب مؤخرا في نيجيريا وفي السنغال. فبالتالي لدينا نريد ان ننشر هذه المكاتب لننشر اللعبه في مختلف الانحاء في افريقيا. الان يعني الـ NBA له عدد من المكاتب في جنوب افريقيا، في القاهره، في نيجيريا، في السنغال. بتخططوا لفتح مكاتب اخرى في افريقيا؟ نعم نخطط لفتح بعض المكاتب في اماكن اخرى في افريقيا، في بعض البلاد الاخرى. نفكر ان هذا الامر سيكون جيدا لتقديمه، ولكن ماذا نريد من هذه المكاتب ان تفعل؟ نريد هذه المكاتب ان تساعد في تنمية اللعبة في هذه البلاد وبالاتفاق مع الاتحادات المحلية لهذه اللعبة لننشر هذه اللعبة وننشر هذه اللعبة في المدارس وفي الأندية وليس فقط ونقيم دوريات خاصة بالـ NBA في أفريقيا ونطور المديرين الفنيين والحكام. نريد أن نقترب أكثر من المشجعين ونقيم المزيد من الفعاليات مع الجماهير لنزيد من التفاعل مع الـ NBA. هذا كما ذكرت يزيد من الجانب التجاري مثل بعض متاجر الـ NBA لنشر منتجات الـ NBA لينتشر هذا الأمر في مختلف أنحاء البلاد. أنا سعيد جدا وأنا بسمع الخطة أو الطموحات للـ NBA في أفريقيا، لأن ده كان حلم من أحلام أفريقيا إن احنا بنبقى جزء من الـ NBA اللي طبعا كل العالم بيتابعه. طيب أنا هسأل السؤال بالعكس، الفانز في أمريكا، طبعا أمريكا هي الـ NBA أو الأصل الـ NBA، هل هم بيتابعوا الأفريكا NBA؟ هل متابع المباريات النهاردة الباسكتبول أفريكان ليج في أمريكا؟ أنا عارف إنها بتتذاع على قنوات زي الـ ESPN وتتذاع على قنوات أخرى، هل أنتم متابعين وعاملين تراكنج لده كويس؟ هل الجمهور الأمريكي النهاردة بيتابع نشاط الـ NBA في أفريقيا ولا لأ؟ Yes, absolutely. نعم بالطبع. So as many of your listeners know, because كما يرى مشاهديك الآن بمشاركة الأهلي، لدينا الآن فرق في أفريقيا، ولدينا دوري الآن أكثر احترافية يمثل أفريقيا. فالآن هذا هو الموسم الثالث. والأهلي الآن يشارك ولدينا مباريات الآن في القاهرة. فبالتالي هذه المباريات تذاع وتنتشر في حوالي 240 دولة حول العالم. فبالتالي أكبر مكان لنشر هذه البطولة ESPN في أفريقيا. فبالتالي الناس يستطيعون أن يشاهدوا هذه البطولة الآن على الهواء. حتى الآن كان لدي رسالتين من الولايات المتحدة الأمريكية قد شاهدوا بالفعل البطولة في أمريكا. نعم العالم كله يشاهد البطولة الآن. نستطيع أن نرى الآن بطولات الـ NBA بطبيعة الحال. فبالتالي الناس هناك يشاهدون. يوجد مجموعة في أمريكا الآن تشاهد، وأنا متأكد من ذلك، تشاهد الـ NBA في أفريقيا الآن. كلام حضرتك النهارده بيسعدني جدا كلاعب كرة سلة سابق، ويمكن كنت أتمنى إن أنا ألحق ده وأنا بلعب، بس أكيد وجود الـ NBA في أفريقيا حلم للكثير من الشباب الأفريقي. خلينا أتكلم عن تجربة أكيد لازم تدرس، وهي جنوب السودان نجحت بمجموعة لاعبين
شاركوا في الام بي اي او كان ليهم تجربه مع الام بي اي سواء لاعبين او مدربين ونجحوا ان هم يصعدوا بجنوب السودان لكاس العالم. ودي تجربه الحقيقه احد انا شايف ان احد ثمار نشاط الام بي افريكا في افريقيا. كيف تقيم هذه التجربه؟ أعتقد أننا كلنا سعداء مما رأيناه من جنوب السودان، هذا النجاح الباهر لهذا الفريق. فكما تعرف الآن كما فعل دانج مع الفريق، هو لاعب NBA سابق وصديق شخصي لـ NBA أفريكا. أعتقد أن كان مهما أن نشجع وأن ندعم هذا الاتحاد، اتحاد كرة السلة في جنوب السودان. كما نعرف الآن أن المواطنون مواطني جنوب السودان يشجعون كرة السلة بشكل أكبر، ولديهم الكثير من المهارات والداعمين لكرة السلة، وليظهروا ما يستطيعوا أن يفعلوه الآن. الآن تأهلوا لكأس العالم، وأعتقد أننا سنرى لاعبين رائعين يأتون من جنوب السودان في المستقبل. كان لدينا بالفعل الكثير من اللاعبين في أكاديمياتنا من جنوب السودان، والبعض الآن يلعبون في الـ NBA أفريكا الآن. يمكن عملتوا حاجة يعني كويسة جدا، وهي الدرافتس اللي اتعملت عشان اختيار لاعيبة الأكاديميات مع الأندية، وده كان جو جديد الحقيقة وأتموسفير جديد كان على اللاعبين، وعاشوا تجربه حلوه ان يحصل درافت ويحصل اختيارات للانديه. وحتى اللاعب المصري النهارده سيف كيدار هنداوي بيلعب مع فريق انجولي، يعني الموضوع ما بقاش ان هو لازم يكون مع فريق مصري. فاكيد دي تجربه الناس عاشتها او اللعيبه عاشتها تجربه جيده، وهتبقى ليها اثار جيده جدا للاعبين. بس النهارده انا عايز اتكلم عن عناصر اللعبه. عناصر اللعبه هي اللاعب، المدرب، الحكم. احنا يمكن اكتر الحاجه اللي ظاهره اكتر هي اللاعب عشان الاكاديميات والباسكتبول افريكان ليج. ايه البرامج اللي انتوا عاملينها لتطوير المدربين وتطوير الحكام؟ So the you're very right that نعم انت محق تماما. لتنجح اللعبه يجب وتنمو تحتاج لاعبين عظام، ولكن ايضا هؤلاء اللاعبين يحتاجون مديرين فنيين عظماء ايضا. ونحن نركز الان على هذه العناصر بالفعل. نعم، في قاعه حسن مصطفى الان منذ ايام قد أقمنا محاضرات لأعظم المديرين الفنيين الأمريكيين في القاهرة، وهذه المحاضرات كانت للمديرين الفنيين. كان يوجد حوالي 50 مدرب أو أكثر في قاعة حسن مصطفى، وكان يوجد مديرين فنيين أكثر يشاهدون على الهواء، وتحدثنا مع المدربين ونتواصل مع المديرين الفنيين مع الاتحاد الدولي لنطور أكبر كم من المديرين الفنيين في أفريقيا، ونرى المديرين الفنيين في السمر ليج في الصيف في الدوري الصيفي للـ NBA لنستمر في عملية تطوير هؤلاء المدربين. وبالنسبة للحكام فلدينا الآن منصة جيدة لتطوير المدربين الحكام الأفارقة، وكذلك حكام الـ NBA يعملون الآن على تطوير مهارات الحكام ويساعدون في تدريب هؤلاء الحكام الأفارقة. ونرى الآن هذا الدمج بين الـ NBA دوري الـ NBA جي ليج، وكيف يوجد تبادل خبرات مع الدوريات الإفريقية. فنحن نعمل على هذين الجانبين، المدربين والحكام بطبيعة الحال. الحقيقة أنا حضرت طبعا مباريات الباسكتبول أفريكان ليج اللي بتتلعب دلوقتي، وشفت فعلا شفت الحكام بيبقوا ميكس ما بين الحكام اللي موجودين من قاره افريقيا والحكام اللي جايين من NBA، ودي كانت فرصه جيده استمتع بيها الحكام الافارقه جدا، لان تجربه ناجحه الاستفاده من الخبرات. طيب لو نشوف العكس، يعني هل في يوم من الايام ممكن نرى بعض الحكام من قاره افريقيا يتم الاستعانه بيهم في NBA
ليزدادوا خبره ويحكموا ماتشات ام بي، لان الحقيقه دي هتكون خبره كبيره جدا. هل انتوا تخططوا لده؟ So look, I mean, I think that أعتقد over time أعتقد أن مع الوقت anything is possible. كل شيء ممكن. But أعتقد I think one of the things that you see with the NBA واحد من الأشياء التي نراها في الـ NBA الآن the best talent أن regardless of where it's from. أن الـ NBA تركز على أفضل المهارات بغض النظر من أين تأتي. Five years آخر خمس سنوات الآن نرى لاعبين دوليين. From Nigeria. لدينا يانس من نيجيريا. نيكولا جوكيتش. And now it's Embiid. ولدينا الآن Embiid. فبالتالي لدينا الـ NBA تريد الأفضل. إذا عملنا بنفس الطريقة مع اللاعبين فبالتالي نسير بهذه الطريقة مع المدربين ونسير بهذه الطريقة مع الحكام، فبالتالي الحكام الأفريقيين الحكام الأفارقة جيدين جدا. وفي النهاية أستطيع أن أقول أنهم سيتطوروا لنراهم الآن في البال وبعد ذلك نراهم في الجي ليج في أو في الـ NBA بطبيعة الحال بعد ذلك. يهمني أعرف رأيك وإيه الفرق ما بين النسخة الأولى والتانية من البال والنسخة الثالثة اللي بتتلعب النهاردة؟ إيه الفرق من وجهة نظرك؟ So the first edition was very أول نسخة كانت مختلفة تماما. The first edition happened in 2021 في 2021 وكانت في منتصف أحداث الكورونا. So فالآن we remember we were Bubble. We did a bubble. Yes. نتذكر لقد قمنا بعمل فقاعة طبية في كيغالي في رواندا لنحمي جميع اللاعبين ونبقيهم في أمان. فبالتالي it was a very interesting experience. كانت تجربة خاصة وتجربة مميزة. أجواء صعبة. كان يجب علينا جميعا أن نبقى جميعا حول بعضنا ولا يوجد أي نوع من أنواع الاتصالات خارج الفقاعة. اللاعبين يذهبون من الملعب للفندق وهكذا. بطبيعة الحال كان الأمر صعبا. وبعد ذلك النسخة الحمد لله لم يكن لدينا أي لاعبين مصابين بالكورونا، ولكن لم يكن لدينا جماهير. فبالتالي وأيضا لعبنا في ملعب واحد. فبالتالي النسخة الثانية كانت مختلفة لأننا كان لدينا إجراءات احترازية للكورونا بشكل أقل صرامة عما كان، وكان لدينا أكثر من مكان للتمرين واللعب، وكان لدينا بعض الجماهير. فبالتالي كان لدينا اهتمام أكبر بالبال، وكان لدينا جماهير أكثر، كان لدينا متابعة أكبر. It really started to move us to a different الأمر level. الأمر انتقل لمستوى آخر من التطور. وهذا العام وأيضا شيء آخر فعلناه في النسخة الثانية أننا استخدمنا وأعطينا اللاعبين الشباب فرصة أكبر ونرى لاعبين شباب من الأكاديميات تطعم بهم الأندية لنرى اللعب أكثر تشويقا وأكثر حماسا. I think this year وأعتقد أن هذا العام the big change that we've seen التغيرات الكبيرة التي رأيناها الأندية تحضرت بشكل أكبر المزيد من التحضير المزيد من العمل والمزيد من التمرين إذا أردت أن تفوز بهذه البطولة. فبالتالي مستوى الاستعداد قد تطور. فبالتالي كان الأمر مختلفا عن الموسم الثاني. لدينا الآن تسويق أكبر وأفضل للبطولة، تفاعل أكبر مع البطولة، البطولة جلبت انتباه جماهير أكثر. فبالتالي الموسم الحالي هو الأفضل حتى الآن. أكيد مشاركة النادي الأهلي كبطل مصر في النسخة الثالثة يعني بجماهيرية النادي الأهلي بشعبيته داخل القارة الأفريقية. شايف مشاركة النادي الأهلي النهاردة زي مستر فيكتور في النسخة الثالثة للباسكتبول أفريكان ليج؟ نحن سعداء جدا في الحقيقة لنرى الأهلي في البال والآن كمتأهل وممثل لمصر في رواندا.
massive club. الأهلي نادي عظيم. هو أكبر نادي في أفريقيا الآن. فلترى الأهلي الآن وهذه القاعدة الجماهيرية للأهلي مركزة الآن على البال وتشاهد الأهلي وفريقه فهذا أمر عظيم لنا وأمر كبير. والشاهد الثاني أن الناس من مختلف أفريقيا ترى الآن الأهلي وترى كم هو جيد وعلى مستوى كرة السلة. فبالتالي لدينا استفادة عظيمة من مشاركة الأهلي في البطولة. نتمنى التوفيق للأهلي في البطولة. على المستوى الفني طبعا حضرتك ليك خبرة كبيرة فنية داخل الـ NBA وأيضا على مستوى أفريقيا. على المستوى الفني كيف ترى لعيبة النادي الأهلي ومستوى النادي الأهلي خاصة أنه بيقوده قيادة فنية أسبانية مستر أغوستي بوش؟ شايف النادي الأهلي فنيا يعني تقيمه إزاي؟ حسنا أنا شاهدت بالفعل المباراة كمشجع وليس كمدير فني. حينما شاهدت فريق الأهلي رأينا الفريق تحت إدارة فنية جيدة، يوجد خبرات جيدة كمجموعة مع الفريق، لديهم القدرة على الرد وعلى الاستجابة لأي صعوبات، على تعلية أجواء المباراة في الوقت الذي يريدون، فبالتالي لديكم فريق رائع، لديكم فريق من الجيد أن تراه يلعب كرة السلة، لديكم المزيد من الخبرات، ولديكم الآن اللاعبين المصريين لديهم خبرات جيدة يلعبون بشكل جيد، ولديكم مجموعة جيدة من اللاعبين الأفارقة أيضا واللاعبين غير الأفارقة الذين طعم بهم الفريق في هذه البطولة. يمكن الاستعانة بأموت اللاعب ساوث أفريقيا أو لاعب جنوب أفريقيا اللي بيشارك معنا، احنا سعداء بيه جدا وسعداء انه بالمستوى ده، وجماهير النادي الاهلي حبته، يعني هو لاعب جيد وتجربه جيده ان تلاقي لاعب افريقي بهذا المستوى. شايف اللي احنا شايفينه ده، شايف الرؤيه ان قمود فعلا يعني الجماهير حبته وانه بيأدي جيد مع النادي الاهلي؟ No, absolutely. I mean, he's been one of the standout طبعا هو واحد من افضل اللاعبين في البال حتى الان. هو اندمج سريعا، هو لاعب سريع، هو لاعب قوي، هو مسدد جيد، يستطيع ان يلعب جيد تحت كره تحت الباسكت، هو ولاعب قوي يستطيع جيد على المستوى الدفاعي. فبالتالي من الاشياء التي حببتها حينما رايته هو الدعم الذي يراه ويجده من الجماهير المصريه وايضا من الجماهير السودانيه الذين يحضرون في ملعب المباراه لتشجيعه ودعمه. فلدينا الان بعض الكثير من الاسماء الكبيره حتى الان في البطوله. يمكن زي ما حضرتك قلت قمود محظوظ انه بيلاقي دعم من جمهور النادي الاهلي المصري وجمهور جنوب السودان اللي موجود في مصر، فهو بيلاقي دعم ثنائي الحقيقه، وهو لاعب جيد جدا. في سؤال دايما وانا ماشي في الارينا او في الصاله بيسالوني، وفرصه ان حضرتك معايا انه يعني نوجه السؤال ده ليك. امتى ممكن نشوف باسكتبول افريكان ليج فور وومن للسيدات؟ هل ده في خططكم ولا لسه مش دلوقتي؟ Yeah, I think it's something that we will continue. نعم هذا امر نعمل عليه. As you know, كما تعرف الآن واحد من الأشياء التي قلنا أن الـ NBA Africa تركز عليها هي أن نطور لعبة كرة السلة وعلى مستوى النسائي أيضا. فبالتالي مع الوقت نستطيع أن نصل لهذه النقطة في أفريقيا وسنكون سعداء أن نجد دوري محترف للكرة السلة النسائية في أفريقيا. وحتى الآن لدينا الكثير من البرامج من البال لكرة السلة النسائية للمرأة. نقوم بتجميع الفتيات الشابات للملاعب لتدريبهم لإدارتهم فنيا.
كلاريس ماتشونغوانا and ولديهم بعض اللاعبات ككلاريس ماتشونغوانا يساعدون اللاعبات الشباب ويكونوا كنموذج يحتذى به ليقود هؤلاء الشابات ويدربهم. فبالتالي لدينا حوالي 23 فتاة نقوم بتدريبهن الآن في هذا المعسكر ليظهروا مهاراتهم وطوروها. فبالتالي نحن نركز الآن على ليس فقط اللعب ولكن نطور هؤلاء اللاعبات أيضا. وأيضا نركز على أن يكون لدينا حكمات فيزيقيات في البالف بعد ذلك، وليس فقط في مصر ولكن أيضا في السنغال وفي كيغالي في رواندا بطبيعة الحال. والآن نركز وأيضا على أن يكون لدينا ممثلين من العنصر النسائي في هذه البطولة. فاحنا نركز. أخبار جيدة أكيد يعني هتسعد ناس كتير. أستأذن حضرتك لازم نطلع لفاصل. أعزائي المشاهدين نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع المدير التنفيذي للـ NBA أفريكا مستر فيكتور ويليامز، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع مستر فيكتور ويليامز المدير التنفيذي للان بي افريكا. والحقيقه اللي احنا يعني سمعنا منه حاجات كتير قبل الفاصل مهمه وتهم جماهير النادي وتهم جمهور كره السله في افريقيا. خليني ارجع لنقطه مهمه مستر فيكتور معاك، وهي الكوتشز. الكوتشز اكيد محتاجين تطوير، محتاجين نتكلم ان ديتيلز او بالتفصيل في البرامج اللي انتوا بتخططوا فيها او الان بي افريكا بيخطط لها عشان يطور مستوى المدربين بالشكل اللي بيه نقدر نطور مستوى اللاعبين. Yes. So the coaches are so important. نعم، عنصر المدربين هو عنصر هام جدا في كرة السلة. لديك الآن لاعبين شباب وشابات في كرة السلة ويريدون أن يتطوروا. فتحتاج مدير فني ليطورهم. فبالتالي قد وضعنا برامج لتقوية وتدعيم المديرين الفنيين الخاصين بنا، والبداية مع المدربين الشباب، وأن نعطيهم بعض المحاضرات والتدريبات الخاصة بالمدربين، ليكون عندنا مدير فني يستطيع أن يدرب المديرين الفنيين الآخرين. فقد قمنا بوضع المزيد من البرامج لنقل المدربين الفنيين لمستوى آخر. كما تحدثنا عن المعسكر في جنوب أفريقيا، كان يوجد 30 مدير فني قد أخذوا بالفعل شهادات من الاتحاد الدولي لكرة السلة. وهؤلاء المديرين الفنيين أكثر تطورا وأكثر مهارة من المديرين الفنيين الآخرين، فتطوروا وهم الآن مرجعية للمديرين الفنيين الأصغر. وقد تحدث عن عما نفعله ونريد أن ننشره في المزيد من البلاد الإفريقية في الشهور القادمة لننشر هذه المحاضرات للمديرين الفنيين لتطوير مستوى المديرين الفنيين، لنرى أيضا بعض المديرين الفنيين مع فرق الـ NBA للتدريب والمعايشات، وكل هذا لتطوير مستوى المديرين الفنيين وإنجاح اللعبة بشكل أكبر، ليكون لدينا مدربين كبار في مختلف أنحاء إفريقيا وتطوير مستوى المديرين الفنيين في إفريقيا. محور حديثي الثاني هتنقل على التنسيق ما بين الـ NBA أفريكا والـ NBA الأم أو الـ NBA الأساسي في أمريكا. طبعا اكيد مستر ادمز طبعا المدير التنفيذي هناك في الام بي اي اكيد هو سعيد بالنشاط الافريقي للام بي اي. يعني كلمني عن التنسيق ما بينك وبين مستر ادم، ازاي بيكون في الاخر بيصب لمصلحه كره السله في افريقيا؟ نعم، نحن جزء في منتج الـ NBA الأكبر. نعم، كما ذكرت مستر آدمز هو يركز
ونركز الآن على الجماهير في إفريقيا. نحن قابلنا العديد من الشخصيات البارزة في الـ NBA. حوالي شهر تحدثنا عن ما نريد أن نفعله، عن عما حققناه في إفريقيا وطريقة تنفيذ هذه الإنجازات. Who's the deputy commissioner of the NBA? فعلنا ذلك وقد. Very big supporters and very focused on what we're doing in Africa. هو كان كان. Mark comes to the BAL. سيد مارك أتى الآن للبال العديد من المرات، وهو أكبر داعم لنا حتى الآن، وسيأتي أيضا في كيغالي في رواندا في النهائيات. فبالتالي. Because what we're doing in Africa is so important. ما نفعله الآن في إفريقيا هو مهم جدا على المستوى العالمي. From the entire NBA. نحن نجلب الدعم الكامل للـ NBA في من مختلف أفريقيا. ونحن نجحنا في هذا. وحتى الآن في إفريقيا الآن لدينا العديد من المشجعين قد أتوا من نيويورك والكثير من المكاتب حتى الآن وفي نيويورك وفي لندن. نحن ننتشر بشكل أكبر ونجلب العديد من المشجعين للـ NBA لدعم إفريقيا، وهذا يصب في مصلحة الـ NBA بشكل عام. سؤال بيسأله الكثير من المصريين، هل في يوم من أيام ممكن نرى نجم مصري زي مو صلاح في ليفربول؟ هل ممكن نرى نجم مصري في الـ NBA زي مو صلاح في الدوري الإنجليزي في كرة القدم؟ نعم. أستطيع أن أقول أن هذا ممكناً. واحدة من أفضل الأشياء التي أذهلتني خاصة بمصر، حب الناس للعبة كرة السلة في مصر. وثاني شيء هو You have these structures of لديكم هذه البنية التحتية للأندية والملاعب. فالناس والشباب يستطيعون أن يتعلموا اللعبة من سن صغيرة. ولديكم لاعبين صغار لديهم المهارة. فلديكم قاعدة تدريبية جيدة. ولديكم دوري تنافسي جيد. ويؤهل للدوري الممتاز او دوري كبار. فبالتالي كل هذه الدوريات المحترفه لديها فرق شباب، فبالتالي كل هذا الدعم والتطوير للفريق للاعبين الشباب يمدهم بالخبرات والمهارات. فبالتالي اعتقد ان بهذه البنية وبهذا الأداء وبهذه القاعدة وبالشراكة مع الاتحاد المصري ووزارة الشباب المصرية، أعتقد أننا سنعمل جاهدين على أن يكون لدينا لاعب في يوم من الأيام لاعب نجم. وضع هذا في تفكير، سنرى لاعبا كمحمد صلاح يلعب في الـ NBA في الـ NBA نادر يس نادر. فبالتالي نعم، اللاعبين المصريين يستطيعون أن يصنعوها ويلعبوا في الـ NBA في يوم من الأيام، وسيكون لدينا المزيد من اللاعبين المصريين الذين يستطيعون أن يصلوا لهذا المستوى. هروح لمحور آخر في الحديث، وهو الـ NBA أصبحت يعني منظمة كبيرة اقتصادية وتسويقية. تحب تقول إيه للبارتنرز للشركاء النهاردة اللي موجودين مع الـ NBA أفريكا، الشركاء اللي بدأوا معاكم المشوار، تحب توجه لهم إيه؟ تحب تقول لهم إيه؟ So I would say that the أود أن أقول لهم أن الـ NBA هي براند كبير واسم تجاري كبير، ولديه العديد من الداعمين حول العالم. ولدينا الآن ويلسون ونايكي، ولدينا العديد، وأيضا منظومة NBA أفريكا ومنظمات عالمية كKFC. ولدينا الآن لدينا مؤسسة رواندا ومؤسسة فيزيت رواندا وفورترس إنرجي. لدينا الآن شركاء عالميين وأيضا شركاء أفارقة. أستطيع أن أقول أن هذا العدد من الشركات، والكثير من الشركات يريدون أن يكون شركاء للـ NBA في أفريقيا. أستطيع أن أقول أن ما قمنا به مع الشباب في أفريقيا
وأن نقوم بإدخال اللاعبين الشباب في هذه البطولة في هذه اللعبة. فهذا لديه فهذه قيم جيدة للعبة. وأيضا شعارنا هو أن تلعب بجد ولكن تلعب بعد. فبالتالي كما رأينا الشغف عند اللاعبين الشباب الآن والمديرين الفنيين، كما رأينا الآن الأجواء، الموسيقى والشغف وأسلوب اللعب، فالـ NBA الآن قد استجلبت حماس الشباب واستجلبت حماس الشركاء ليكونوا داعمين للـ NBA حول العالم. ويكون لدينا القدرة الأكبر على ترويج وتسويق هذه الاسم، على هذا الاسم التجاري حول العالم. أنا سعيد جدا إنه ليكوا رؤية، ليكوا خطة أنتوا ماشيين بيها بالـ NBA أفريكا، سعيد جدا بده وسعيد جدا نسمع ده. وبس أكيد دايما الدنيا مش أحلامها وردية، دايما أكيد بتقابلكوا صعاب، أكيد الـ NBA أفريكا بتقابلها صعاب كثيرة، يمكن أكبر صعب أو مطب كبير أو صعوبة قابلتكوا كان الكوفيد 19. إيه الصعوبات اللي بتقابلكوا النهاردة؟ إيه الصعوبات اللي بتقابل الـ NBA أفريكا في مشوارها وأحلامها مع القارة الأفريقية؟ حسناً، هذا أود أن أقول أن أفريقيا overall، and I think أنا أفريقيا عموماً، وحتى جماهير الأهلي تعرف ذلك، that for a long time we see sports as only لدينا قد رأينا بعض اللعبات ولوقت طويل recreation. تقوم بإعادة التكوين والناس يلعبونها من أجل المتعة لا أكثر. والـ NBA كانت تعرف ذلك أن هذه اللعبة لديها جانب اقتصادي مهم وتوفر العديد من الفرص، الوظائف والبنى التحتية لبعض البلاد في مختلف أنحاء أفريقيا. وأود أن أقول أن مصر واحدة من هذه البلاد التي رأينا فيها استثمارا على مستوى البنية والرياضة كقاعة حسن برج العرب الآن التي نلعب فيها في استاد برج العرب في إسكندرية. هذه المنظومة الكبيرة الآن في مصر هو مثال يحتذى به أن تستضيف هذه الرياضات وأن نقوم بتحويل هذا المجتمع واهتماماته وخصوصا على مستوى السن الصغير. فبالتالي في أفريقيا الآن نحتاج أن نرى مزيدا من البلاد تهتم بهذه اللعبة كما الحال في كيغالي في رواندا وفي السنغال أيضا وأيضا في جنوب أفريقيا. ولكن تظل هناك الكثير من البلاد التي نريد أن نرى هذه الرياضة تتطور فيها ونريد أن نرى المزيد من النشاطات الاقتصادية وإعادة لتكوين هذه اللعبة فيها. أشكرك على الإجابة دي لأنه فعلا دي أهم صعاب ممكن تقابل كرة السلة، هي البنية التحتية اللي ممكن من خلالها تنتشر اللعبة. وكويس ان انتوا عارفين ان دي المشكلة، وان شاء الله اكيد مع انتشار الـ NBA في افريكا هيبقى ده حلم الحكومات انها توفر اكيد يعني استثمار في البنية التحتية الرياضية. استأذنك نطلع لفاصل مستر فيكتور. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل اخير ونرجع تاني نكمل كلامنا مع مستر فيكتور ويليامز، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع مستر فيكتور ويليامز المدير التنفيذي للـ NBA افريكا، واللي احنا سعداء بوجوده ومنتهي هذه الفرصه نساله فيه كل ما يخص كره السله ومستقبل الـ NBA افريكا اللي ساعدت بشكل كبير في تطوير اللعبه داخل القاره الافريقيه. مستر فيكتور، محور حديثنا النهارده او بعد البريك هنتكلم عن الاكاديميات. الكثير من المشاهدين ما يعرفوش ان في اكاديميه لليانج او للشباب او للعيبه الصغار السن، ابتدت باسبوع واحد في جنوب افريقيا ثم تطورت على مدار الوقت لتصبح فول داي او يوم كامل او مدرسه كامله للتعليم والباسكت بول، وهي موجوده دلوقتي في السنغال على المحيط. كلمنا عن الاكاديمية دي ودورها وطموحاتكم وامالكم وخططكم المستقبليه مع هذه الاكاديميات. نعم، هذه الاكاديميه جيده ومهمه جدا جدا لتطوير اللاعبين الشباب.
وتكون وهي توضح المسار لهؤلاء اللاعبين الشباب. نبدأ باللاعبين منذ سن 8 و9 سنوات و10 سنوات ونحسن مستوى هؤلاء اللاعبين منذ البداية ونعلمهم الأساسيات ونرى أي هؤلاء اللاعبين لديه القدرات وكيف نطورهم ليصلوا لمستوى الـ NBA بعد ذلك. فهذه الأكاديمية نعم بدأت في منظومة باسكتبول without borders أو كرة سلة بلا حدود. فبالتالي هذه الأكاديمية نريد أن نشرها في المزيد من البلاد كمصر على سبيل المثال وكذلك بطبيعة الحال مثل الأهلي لديكم الكثير من التمرينات. فبالتالي نريد أن نعمم هذه التجربة في إفريقيا. ما نفعله الآن هو أن ننشر هؤلاء المديرين الفنيين حول إفريقيا ونرى أي لاعبين أفضل ونقيم هؤلاء اللاعبين ونختبرهم. وحتى الآن لدينا 24 لاعب يذهبون لأكاديمية خاصة بنا. نعم كما قلت هي مدرسة داخلية خاصة باللاعبين. نعم نعلمهم الجانب الأكاديمي وأيضا الجانب الفني. فهؤلاء اللاعبين نحتاج أن نراهم لاعبين جيدين وأيضا مواطنين جيدين. فنحن نستمر في تعليمهم وتثقيفهم لأننا نريد أن نراهم في الجامعات بعد ذلك. لاعب كرة سلة جيد وجامعي كذلك. نعم نريدهم أن يكونوا لاعبين كرة سلة جيدين ولكننا نريدهم أن نرى نريد أن نراهم جيدين من الناحية العلمية كذلك. فبالتالي هؤلاء المدربين يعملون معهم ليل نهار وفي هذه الأكاديمية في السنغال لدينا الآن 2 مديرين فنيين وأيضا مساعدين فنيين لهم من الكاميرون ولدينا العديد من المدربين من إفريقيا يعملون مع هؤلاء اللاعبين في السنغال ليس في الكاميرون. نعم وكل شيء نفعله هو شيء أساسي على الطريق لنطور هؤلاء اللاعبين ونرى هذا التطوير يتحقق ولدينا تطوير على جانب المهارات ولنحسن مستوى هؤلاء اللاعبين ونعزز مفهوم اللعب الجماعي عند هؤلاء اللاعبين ليتطوروا مع بعضهم. فهذا محور هذه المنافسة ونطعم بعض هذه الأندية بهؤلاء اللاعبين ونراهم يذهبوا بعد ذلك لمستويات أعلى في أوروبا وكذلك ونراهم في العديد من الفرق ويتنافسون بشكل أكبر ويرغبون في الفوز ويتعلمون فبالتالي سيتطوروا. وكما رأينا من قبل منذ في العام الماضي وهذا العام قد انتقينا بعض اللاعبين من هذه الأكاديمية وطعمنا بهم بعض الأندية في البال وقد قمنا بالفعل بالتطوير ولديكم سيف مع بيترو أتلتيكو وسيلعب ضد الأهلي بالفعل غدا. فبالتالي لدينا الآن لاعبين الأكاديمية الآن نراهم الآن يلعبون نريد أن نراهم يلعبون بمستوى الاحتراف الكبير والآن هم يتطورون وبعضهم يؤدي بشكل جيد. ومن الأشياء التي أحببنا رؤيتها أن اللاعبين المحترفين قاموا باحتضان هؤلاء اللاعبين وقاموا باحتوائهم. نريد أن نراهم ينجحون. نعم هذه الأكاديمية مهمة لنا جدا. ما نريد أن ننتجها هو لاعبين محترفين على مستوى عالي. هل عندكم خطة في الـ NBA أفريكا للتوسع في هذه الأكاديميات ولا بتكتفوا النهاردة بالأكاديمية الموجودة في السنغال؟ أنا عارف إن طبعا الأسئلة دي بس هناك الكثير بيسألوني الحقيقة بالأسئلة دي وعارف قد إيه إن دي حاجة مهمة بالنسبة للأطفال وده حلم كبير لليانج بلايرز.
It's a great question. هذا سؤال عظيم، لا أستطيع أن أقول غير هذا، ولكن we want to expand. نعم، نريد أن نمد ونزيد من هذه التجربة. Maybe one more academy somewhere. يوجد أكاديمية أخرى. I will not ask you where. لا أسألك حسنا أنا. ولكن I think one of the things we've come to realize أن من الأشياء التي لاحظناها هي for the NBA can't do it all. أن الـ NBA لا تستطيع أن تقوم بكل شيء وحدها. لذلك ما نريد أن نفعله هو أن ندعم وأن نقوم بدعم هذه الأكاديميات لتكون أفضل، ليتطوروا ويخرجوا لنا لاعبين كبار. فنريد أن نميز أن نركز على بعض الأكاديميات التي وندعمها لتتطور وتحضر لنا المزيد من اللاعبين الصغار. يمكن الرؤيه اللي حضرتك تفضلت وذكرتها دلوقتي ان انت تساعد تسبورت اكاديميات كتيره في افريقيا ممكن تجيب ثمار اكتر، لان انت بتوصل لاماكن ابعد من اللي ممكن يوصلها الان بي افريكا. طيب هروح لمحور تاني، وهو بعد ما اللاعبين ينتهوا من دراستهم ولعبهم في الاكاديميه بيلتحقوا بالجامعات الامريكيه في دوري الان سي دبل اي، هل بيتم استمرار متابعتهم داخل NCAA لان ده جزء مهم من البرنامج فتره اللعب داخل الجامعات؟ yes, no, absolutely. نعم بالطبع. Once they've been at the academy, they are part of the NBA family. هي ان نكون جزءا من عائله الـ NBA. What we're seeing is that ما نراه الان they're now taking a number of paths as they go. ان لدينا الكثير من من المسارات الان. So many of the academy students للعديد من لاعبي الأكاديمية أن نراهم في دوري الجامعات في أمريكا ونراهم في دوري القسم الأول، ونرى العديد من اللاعبين من الأكاديمية يذهبون لمستويات أعلى بعد ذلك في دوريات الجامعات. In other universities, ونراهم في أكبر الجامعات في أمريكا. Which means that these players are these colleges. فبالتالي لأن هذه الجامعات تحترم هذه الأكاديميات ولاعبي الأكاديمية. About a month ago, ومنذ شهر تقريبا كان لدينا in Senegal, and we invited coaches. قد قمنا باستخدام بعض المدربين من الجامعات للسنغال ليشاهدوا اللاعبين. هل بيطلبوا الأرقام اللاعبين، الستاتس بتاع اللاعبين، الكوتشز اللي بتيجي بتطلب أرقام اللاعبين اللي بيتفرجوا عليها؟ احصائياتهم are watching. Yeah, we share نعم نشاركهم الاحصاءات الخاصه باللاعبين. وكشافي NBA ياتون، كشافوا NBA ياتون لهذه الدورات والاكاديميه ليروا اللاعبين عن قرب ويشاهدون من الملعب. So we know the players are نعم. College path is a good one. نعرف ان مسار الجامعات مهم جدا للاعبين. والشيء الاخر الذي نراه الان كما تعرف ان الـ NBA قد قامت بصنع فريق في الجي ليج في امريكا. فهؤلاء اللاعبين يريدون ان يروا ان يذهبوا بدون المرور على مرحله الجامعه. قصدي يعني هل تقصد ان بدون ما يمروا على الجامعه؟ Without going to college. They go to G League Ignite. Like Kobe Bryant. Like Kobe Bryant. نعم مثل كوبي براينت. This year we have in وهذا العام لدينا الآن في الجي ليج فريق الجي. Two players from the NBA. لدينا لاعبين من الـ NBA الآن في أكاديمية يلعبون الآن في الجي ليج. Just got selected. ولاعب آخر قد تم اختياره في الجي ليج أيضا. فبالتالي لدينا ثلاث لاعبين الآن من الأكاديمية يلعبون في الجي ليج في NBA. ومن ثم يذهبون للـ NBA. يتبقى دقيقة أو دقيقتين على لقائنا، بس عايز أعرف حلمك. حلمك على المستوى الشخصي، إيه حلمك اللي عايز تحققه أو بتحلم بيه من خلال موقعك كمدير تنفيذي للـ NBA أفريكا؟ So my personal dream حلمي الشخصي هو basketball and for لكرة السلة the NBA brand of basketball and the ولاسم الـ NBA to become ليكون amongst the most popular sports ليكون منتشرا بشكل بأكبر شكل في أفريقيا ويكون لدينا رقم أكبر
للمتابعين والمشاهدين وأيضا على مستوى عمليات الشراء. فهذا هو حلمي اليوم. أنا أريد أن أرى الطفل الأفريقي حينما يرى كرة سلة أو يلتقطها طبعا انا يعني هو طبعا بيقول انه بيحلم، انا بس خليني اوضح دي، انه بيحلم ان يشوف الاطفال الافارقه بياخد الكره من على الارض بيعمل دريبل مكان ما يشوطها برجله. يعني هو بيحلم ان الباسكت بول يكون في يوم من الايام اعلى من كره القدم. احنا بنؤمن بده، انا على المستوى الشخصي وكل يعني طبعا محبين لكره السله بنؤمن بالرساله اللي بيقوم بيها الام بي اي في افريقيا، وبنؤمن بالرساله اللي انتم بتقدموها والمساعده اللي بتقدموها للشباب الافريقي واخواتنا الافارقه. مستر فيكتور انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني ونورت قناة النادي الأهلي، وكنت سعيد جدا بلقاء اليوم. Thank you. See you on Al TV channel. Thank you. I'm very very happy. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا على استضافتي في قناة النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهاردة مع مستر فيكتور ويليامز، أحد طبعا الهيدز أو الشخصيات الكبيرة في الإم بي أفريقيا هنا في أفريقيا، والمدير التنفيذي واللي بيسعى بشكل كبير لنشر اللعبة. أتمنى تكونوا ساعدتوا بهذا اللقاء. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.